السلام عليكم أعزائي المشاهدين، صفحة ويكار أوتو لتجارة السيارات. اليوم موضوعنا عن التويوتا لاند كروزر بشاشة أصلية موديل 21 جي إكس آر، بشاشة أصلية وكاميرا أصلية. المواصفات الخارجية اللي تجي الزراق اللايت البلادي والبلاجكتور البلادي، حساسات أمامية خلفية بلادية، السيارة بلادية من ناحية الزراقات من ناحية كل شيء، حتى الخط اللي مثل البريم بلادي، الشعار اللاند كروز والنيكلات اللي على طول الأبواب الأمامي والخلفي كلها بلادية، اليدات أيضا النيكل البلادي والسبيشل إديشن. أخوان السيارة موديل 21 فول مواصفات، حساس أمامي خلفي، زراق أيضا كامل مكمل. مثل ما جاي تلاحظون الشباك كروم، الصندوق الخلفي كهربائي بسلايد بالترايش اللي موجودة الفوق البلادية. اخوان السيارة مرقمة كاملة، السيارة مرقمة كاملة 655-762 موديل 21. المواصفات الداخلية، شوف حتى المراية النيكل شارب المري، الدواس اللي تجي ثابتة. المواصفات الداخلية، المقاعد كلها جلد، كلها جلد أيضا كهربائية. شوفوا المراية كلها أوتو، تجي تحكم السير من جهة، تحكم بالإضاءة، وأيضا تحكم بالمراية إذا تريد تسويها أوتو من ناحية الزراق، وأيضا الزر الباركينج من ناحية إذا تريد الحساس بصوت أو بدون صوت. الشاشة الأصلية اللي نفس البريم، نفس البريم بالضبط. عندكم ماوسين، السيارة مو ماوس واحد، ماوسين، ماوس تحكم بالدفع وماوس عندكم بالسبيد، أيضا نظام التراكشن أوف كنترول ومال المرتفعات. السيارة أيضا ثلاجة بيها، التبريد 3 قطع مركزي سلايد، أيضا الكوشن اللي بصف السائق السكن أيضا كهربائي، مقاعد الصف الثاني، التبريد الأمامي منفصل عن الخلفي، وال3 قطع المركزي، الفرشة الأصلية اللي وياها، الطفاية المثبتة هسه راح نشوفها، مقاعد الصف الثالث، مقاعد الصف الثالث بملحقات الأصلية، الجاك العدة، وأيضا الصندوق الخلفي كهربائي، الصندوق كهربائي. جي إكس آر موديل 21 بشاشة أصلية، كاميرا أصلية، زراق، حساسات، لحاية أمامية خلفية، الخط البريم اللي يميزه عن السيارات الأخرى. أخوان شوف الطفاية الأصلية اللي مثبتة بالسيارة، اللي مثبتة بالسيارة موديل 21 فول مواصفات. اخوان سعر السيارة 6 دفاتر و10 اوراق، 6 دفاتر و10 اوراق. ايضا العروضات مستمرة ايضا على 8 سلندر، على 6 سلندر البريم الاصل اللي هي المرقمة كاملة الداخل قرميتي بسعر 6 دفاتر و60 ورقة، 6 دفاتر و60 ورقة موديل 21. ايضا متوفر المواصفات الجي اكس ار والفي اكس الموديل 22. طبعا هاي السيارة جي اكس ار 22، السيارة مع رادار، انبه انه السيارة مع رادار. سعر 22 7.80 برادار، ايضا موجود ل 2019 الجي اكس ار 8 سلندر، جي اكس ار 8 سلندر، سعر 6.80 ورقة، البريم الاصل. اخوان من ناحية الام جي كذلك.
من ناحية الام جي، وايضا على البيك اب المسيوبوشي الغاز الفول مواصفات، الغاز الفول مواصفات اللي سعرها 3.5 دفاتر الاوتوماتيك مسيوبوشي ال200. من ناحية الام جي زد اس سعرها 115 ورقة. ايضا من ناحية ال595 موديل 21 موجود بسعر 556 ستندر فول مواصفات. ايضا عروضاتنا مستمرة ايضا على البرادو موديل 2020 وال21، موديل 20 ب48 ألف دولار التي اكس ال، ايضا الموديل 21 بسعر 50 ألف دولار. عروضاتنا ايضا على السيارات الامريكية 21 مواصفات البريمير، سعر السيارة بجكات 8.55 ورقة و45 ورقة 9.45 ورقة. اخوان من ناحية اي استفسار تقدرون تتواصلون ويانا على الارقام الموجودة بالبث باي وقت كان، وعدنا نظام الشحن السيارة لاي مكان انت تريده. تحياتي لكم أعزائي المشاهدين صفحة نويكار أوتو لتجارة السيارات، مع السلامة.